السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين من المقاطعة الإدارية المنيعة. طبعا يظهر معنا يعني مناصري للمنتخب الوطني الجزائري طبعا، وعقب انتهاء المباراة وفوز الجزائر بالكأس كأس الأمم الإفريقية. الأخ بالحبيب، أنت من المناصري المعروفين في البلدة، ممكن واقيلا تبيع دارك باش تروح لناصر المنتخب الوطني، كيفاش فات عليك هاد الشامبيون؟ إلا قلت لك على الأعصاب، كاينة حاجة أكثر من على الأعصاب عشتها، ما نعطيكش نقول لك، يعجز اللسان عن التعبير. الحمد لله حنا درك قالوا داوي نرقدوا زين، إيه؟ كيف خدنا هاد الكأس، إيه؟ وين جبناها خارج بر، بالرغم من كل العوامل كل شيء يعني ضدنا، من حكام من اتحاديه روحها تاع الكافر روحها كلش ضدنا، ايه لا من، ولكن هما معاهم الاربيتر ومعاهم كل حاجه، احنا معنا ربي والحمد لله، الله شاف فينا الحمد لله، وان شاء الله نزيدوا نتمنوا الخير لهذه ان شاء الله. وين تابعت الماتش؟ وين تابعت؟ ما هذه اول في دارك؟ مره في الدار، اول مره يعني اللي ما نخرجش نتفرج باش في الساحات الشاشات العموميه هذه، اول مره قلت هذا العام ما نتفرجش ان شاء الله في الشاشات العملاقه هذو، نتفرجها في الدار باش تجي فرحه كبيره. صح، ما كسرتش التلفزيون ولا حاجه؟ والو، صحيح دوبلت دوايا مرتين، دوا كلاه دوبلت من خاطر الله، الله يبارك، ولكن الحمد لله عليها نعمه يا ربي، ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله وهذا البلاد وان تو في المباراه ان شاء الله. عندنا الاخ عبد الملك، كيفاش مصطفى شفت المباراه ولا روعه؟ يا روعه. وين تابعت المباراه؟ وين تابعت المباراه؟ الساحه العموميه عجبتك؟ ان شاء الله. احمد بلك، احمد بلك في الحومه في الدار، ايه صح، واحد يمسك على روحي ما يعطيكش ايوه تضرب واحد ولا من بعد اللي قلت عبر عن شعوره واحد، عبرت على شعوره واحد يسمعوا حتى واحد. أيوة. الف الف مبروك، الف الف مبروك ان شاء الله، وفيك بارك الله فيك، وفيك بارك الله فيك. انا قالوا لي تروح لمصر، قلت لي مودي هنا نايبس حباش قلبي، ولا رحت لمصر على بالي نولي في صندوق ان شاء الله، ما لا والو، بارك الله فيك ان شاء الله، فوز اخر ان شاء الله، بارك الله فيك.